شادي وقت الفجر معاكم هدى الساد من محافظه المنوفيه. النهارده اول يوم في امتحانات الثانويه العامه، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا الامور متواجدين وتجديدات امنيه والطلبه طبعا يعني انتظام دخول الطلاب. ما زالت الطلاب يتوافدون على لجان الثانويه العامه. النهارده زي ما حضراتكم عارفين اول يوم في ماراثون امتحانات الثانويه العامه، وأولياء الأمور في ترقب شديد في دخول أبنائهم. أولياء الأمور في ترقب شديد في دخول أبنائهم.